عينك يا اخوي يا بعد الضوء ماتت امي ليش شو بعد الهوى ما انقطع عد عينك يا اخوي يا بعد الضوء ماتت امي ليش شو بعد الهوى من صحتي لقوم شنو من صحتي لقوم هل طاح اللوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها افزع شايل سيف ونار بسيف تريد الحشمها ما تخمد نيران الكافر الا تموت الهاضمها افزع شايل سيف ونار بسيف الراي تحشمها ما تخمد نيران الكافر الا تموت الهاضمها ابو الغيراني افرح النخاني ابو الغيراني افرح النخاني يا فاطمه يا فاطمة صوتك ها صيح 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 بعد عد عينك يا اخوي يا بعد الضوء للموفق كرار البديري عد عينك يا اخوي يا بعد الضوء ماتت امي ليش شو بعد الهوى من صحتي لقوم هل طاح اللوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها افزع شايب سيف ونار بسيف تريد الحشمها ما تخمد نيران الكافر الا تموت الهاضمها ابو الغيراني افرح النخاني ابو الغيراني افرح النخاني يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا يا ابن ام البنين يا اخويا القمر زينب بتحاكي يا ابن ام البنين يا اخويا القمر ذبلن النحيب ويطول السهر درب الحق يا اخوي اظلم للبشر جيبي يظلمون اصحاب الفكر جيبي يظلمون اصحاب الفكر كلها تهن على ام الزهرة وما حد يعرف حاجتها ام تريد انصار الحجة اليوم يبين موقفها ام تريد انصار الحجة اليوم يبين موقفها يثبتون علمها ينصرون ابنها يثبتون علمها ينصرون ابنها يا فاطمة يا فاطمة بيك حيل يا فاطمة خادمة يا فاطمة بعد يا ابن ام البنين يا اخويا القمر ذبلن النحيب ويطول السهر درب الحق يا اخوي اظلم للبشر ليش جيبي يظلمون اصحاب الفكر جيبي يظلمون اصحاب الفكر كلها تهن على ام الزهرة ما حد يعرف حاجتها ام تريد انصار الحجة اليوم يبين موقفها ام تريد انصار الحجة اليوم يبين على علي يثبتون علمها ينصرون ابنها يثبتون علمها ينصرون ابنها يا فاطمة يا فاطمة شتها فدوها يا فاطمة بعد خادم عد عينك يا اخوي يا بعد الضوء ماتت امي ليش شو بعد الهوى من صحتي لقوم هل طاح اللوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها لو جرحوها صيح انا الهلدوها افزع شايب سيف ونار بسيف تريد الحشمها ما تخمد نيران الكافر الا تموت الهاضمها ابو الغيراني افرح النخاني ابو الغيراني افرح النخاني يا فاطمة يا فاطمة بالاخير ما اشوف مشاركتك بعد يا فاطمة يا فاطمة بعين صاحب الزمان
خلينا اقول كلمة على النهر شنو اصحاب الامام ما تعرف خطر خلينا اقول كلمة على النهر اصحاب الامام ما تعرف خطر بيهم اميهم تتنوم اصفخر بيهم اميهم تتنوم اصفخر ما خاب الامام ليش ما خاب الامام بيهم لو ظهر ما خاب الامام بيهم لو ظهر زعم الظهر القائم هم وكل تكفير يفندونه والحزرات حسين وراحوا داعت امي يجيبونه زعم الظهر القائم هم وكل تكفير يفندونه والحزرات حسين وراحوا داعت امي يجيبونه يا زينب فرجهم يا عادل الفهم يا زينب فرجهم يا عادل الفهم يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه على راسي خادم على راسك اعيدك بعد يا فاطمه ليش بردت بعد يا فاطمه خليني اقول كرار البديري خليني اقول كلمه على النهر اصحاب الامام ما تعرف خطر بيهم اميهم تتنوم اصفخر ما خاب الامام بيهم لو ظهر ما خاب الامام بيهم لو ظهر زعم الظهر القائم هم وكل تكفير يفندونه والحزرات حسين وراحوا داعت امي يجيبونه والحزرات حسين وراحوا داعت امي يجيبونه يا زينب فرجهم يا عادل الفهم يا زينب فرجهم يا عادل الفهم يا فاطمة يا فاطمة صوتك يا فاطمة يا صيح 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 بعد يا فاطمة اسمع يا اللي تصيح يا ام الحسن اسمع يا اللي تصيح يا ام الحسن القائم يريد مو بس الحزن جند المهدي يكون بتلوح الفتن جند المهدي يكون بتلوح الفتن يصبر على الطريق ويا ابن الحسن يصبر على الطريق ويا ابن الحسن مو كل من يعرف بالمهدي يقول المهدي خلص مهدي خلص بس اتباع رد اصحاب الفتن مهدي خلص بس اتباع رد اصحاب الفتن يطيب قلبهم اذا يظهر لهم يطيب قلبهم اذا يظهر لهم يا فاطمه يا فاطمه صوتك خادم على راس يا فاطمة اسمع يا اللي تصيح يا ام الحسن القائم يريد مو بس الحزن جند المهدي يكون متلوح الفتن جند المهدي يكون متلوح الفتن يصبر على طريق ويا ابن الحسن يصبر على طريق ويا ابن الحسن مو كل من يعرف بالمهدي يقول المهدي خلصنا مهدي خلص بس اتباع الرد واصحاب الفتنة مهدي خلص بس اتباع الرد واصحاب الفتنة يطيب قلبهم اذا يظهر لهم يا فاطمة يا فاطمة صوتك بعد يا فاطمة اسمع يا اللي تصيح يا ام الحسن القائم يريد مو بس الحزن شنو جند المهدي يكون متلوح الفتن جند المهدي يكون متلوح الفتن يصبر على طريق ويا ابن الحسن يصبر على طريق ويا ابن الحسن مو كل من يعرف بالمهدي يقول المهدي خلصنا المهدي خلص بس اتباع الرد واصحاب الفتنه المهدي خلص بس اتباع الرد واصحاب الفتنه يطيب قلبهم اذا يظهر لهم يطيب قلبهم اذا يظهر لهم
Ali 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 Ali